السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك كلها لشخص واحد تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك. لا تنظر حبيبا باعك، ولكن انتظر من يضيء لك الحياة من جديد. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. لا تبحث عن الحب في قلب باعك، فلن تجد إلا حبه لنفسه. إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لم يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل. واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. أحيانا قد نعتاد على الحزن حتى يصبح جزءا منا ونصير جزءا منه، ولكن إذ لم تجد من يسعدك فحاول لأن تسعد نفسك. وإذا لم تجد من يضيء لك الطريق فحاول أن تمشي في الظلام.